نقول هي من شخاب برس دم الدابو يدا بيد ندافع عن أرض عن أرضنا نعيش كلنا في خندق واحد كردا وعربا مسيحيين ويزيديين هويتنا واحدة وعدونا معروف هذا العدو الذي لا يعرف الرحمة قانونه القتل والتدمير والتخريب والتهجير نحن هنا نقول للجميع لسنا أداة سهلة أو شعب بسيط يمكنه أن ينال منا سنحاول وسنقف يدا بيد مع إدارتنا لنحارب هذا المجرم وندافع عن كل قطعة من أرضنا أردوغان والتحالف الذي يقف معه اليوم يحاولون أن يقسموا هذا البلد أن يفرقوا بيننا ككرد وعرب كإسلام ومسيحيين نقول للجميع نقول للعالم بأجمع لسنا من نرضخ لا هؤلاء ويقال عنا لاجئ أو لاجئين أو نازحين في بلدنا نسمى لاجئين لاجئون وفي بلدنا نسمى نازحون هذه بلاد الشام لو تعاونت كل الدول عليها والله لن يظفروا بشبر منها لأن الحبيب محمد أخبر وهو الصادق المصدوق أن الشام جعل الله ملائكة تحفظ بلاد الشام وأهلها هذه بلادنا وهذه البلاد هي أرض المحشر وهذه البلاد هي التي ينزل فيها عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليتبع دين محمد الشعب السرياني أحيا الذكرى السنوية 100 لمجازر السيفو هذه المجازر التي حصلت عام 1915 بقرار من السلطنة العثمانية وقادت حركة الاتحاد والترقي فكان القرار إبادة الشعوب المسيحية في الأراضي التي تسيطر عليها السلطنة العثمانية فكان ضحيتها الملايين من السريان الأشوريين الكلدان والأرمن واليونان واليوم التاريخ يعيد نفسه من خلال هذا الدكتاتور أردوغان الذي يتمثل ويحاول أن يكرر ما قام به أجداده من قادة الاتحاد والترقي في إبادة شعوب المنطقة